السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم أنا جبت لكم تحدي جديد. هذا التحدي اليوم أي تحدي هذا؟ أنت بأي تحدي؟ شو المتسابقين اللي دول يشاركوا في التحدي؟ مشكلتك إنه فيش متسابقين، ها؟ خذ. أضمي. مسابقة جديدة. يعطيكم العافية جميعاً. اليوم جبت لكم مسابقة جديدة. هاي المسابقة فيها أسئلة، في عندكم خمس فئات. المتسابق هون بنكي فيها، بنكي درجة السؤال، كل سؤال عليه 200 400 600 800 1000، بجاوب على السؤال باخذ النقاط، الأكثر نقاط بفوز. ويلا بينا بدنا نسوي قرعة عشان نعرف انو الأول انو الثاني انو الثالث. حجرة ورقة مقص، يلا نقول ليش. اوكي العب انت اثنين، العب حجرة ورقة مقص. لا 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 بلا شوف انت خلاص انت اكيد لو خير بالخصم نسفك لرسلان فاز اليوم. فاز اليوم، تعال هون، تعال اول واحد. عندك خمس فئات: تاريخ، رياضة، وكان اللي هو انا. عندنا تاريخ، رياضة، ركان، دين، جغرافيا. شوف شو السؤال. ايوه شو اي فئة بدك؟ بدناك اقوى شيء انا فيه الدين. الدين شدك قلبك عامل بالايمان شدك. اي سؤال بدك؟ مثلا رسلان، ما هي اركان الايمان السته؟ يا زلمه نسيت. 15 ثانية بلاشين هسا. الصلاة، الصيام، أركان الإيمان مش أركان الإسلام. مش نفس الشيء. لا. إيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره. شكرا. وكتبه ورسله. صحيح. ستة. سفكة. هي جون سؤال. هيك كويستشن هاي بدك تقول شو تركي كويستشن خربان عليك بس خوف على فكره صرت الدنيا بتخوف. رجعنا هاي اخر كلام، رجعنا على المسابقه من شاطر. اول سؤال يوف كرم، هسه انت الدور اجل عندك. جغرافيا مثلا، ما هي اكبر مدينه عربيه غير مختلطه من ناحيه التعداد السكاني في البلاد؟ اكبر مدينه غير مختلطه. غير مختلطه. من الفحم. خطأ. الناصري. صحيح. وهيك أنور بأخذ معنا 200 نقطة. أنور شو الفئة اللي بتحب تنكيها؟ تاريخ 600. بلش يلعب. متى اندلعت الانتفاضة الأولى؟ معك 15 ثانية. 92. وانت؟ 92. خطأ. رسلان ايه تحب تسرق منه نقاط؟ 94. خطأ. يا الله لازم اعرف هاي. بجوز 99. خطأ. يا الله الانتفاضة الأولى مش الثانية. الانتفاضة الأولى اندلعت في 1987. اسأل عن الدولة العثمانية حفظها. يا الله. طب استنى هسا لازم نقسم 600 ولا لا؟ ما لا لا خلص انت ما بتجمع نقاط. بدك تفوتني بانكرافت مالك يا زلمة. طبعا بس قبل ما تكمل الفيديو بحب اقولكم مشان الله خلونا اوصل 1000 مشترك. اعملوا فوتوا، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ما انا قلت لكم اعملوا اشتراك، بس اعملوا مرة اشتراك. واذا عندك اسم اخوك فوت من اسم اخوك واعمل لي برضه اشتراك. قربنا على 1000 والطريق ان شاء الله لاكثر من 1000. طيب يلا ركان. ركان هاي اكثر فئه محببه علي، عارفش ليش بس عن جد بحبها هاي الفئه. وانا اخوي شو السؤال؟ اي واحد منهم. 1000. اوف بعرف. ما هو اكثر فيديو خاص الي حصل على مشاهدات؟ اكثر فيديو خاص يعني اكثر فيديو اللي فيه انا موجود باليوتيوب. باليوتيوب حصل على مشاهدات. انو اكثر فيديو؟ معك 15 ثانية. كنت سويت فلوجينج، سويت يوميات شيف، سويت اشي عن رمضان و سويت مقا اشي عن الدين. اوكي انا بقول يوميات شيف. واحد منهم خطأ وللأسف مش يوميات شيف. كرم فيديو تبع الصين. خطأ.
انور كنت اكون سنين بس ما يفش غير انا اول يوم لك في الجامعه خطا نون اكثر فيديو جيولوجيا الاول صح كيف الله كيف ما رجعك قديش انت جاب نقطه كرم تفضل اي كاتيجوريا بتحب تنكي جغرافيا 400 ما هي عاصمة تركيا انقرة صحيح هذا اسهل من 200 كثير لا حرام عليكم بلا اسهل من 200 يا حسين طيب كرم نكي اخرى سؤال هو بيكمل؟ اللي بيجاوب على السؤال الصح بيكمل ينكي اخرى اسئله ركان 200 اجام شعره براس ركان بمزح معك من افضل لاعب تنس طاوله في جامعه بن غوريون؟ ركان المواسي صحيح ركز علي يا زلمه وعلى فكره جامعه بن غوريون احسن من تل ابيب بتنس الطاوله واذا مش مسكين تبغى تتحدونا واذا تتحدونا رايحين تخسروا جغرافيا 600 جغرافيا 600 بسم الله كرم يخبر عشان اخذ كم عدد سكان باقة الغربية بالتقريب الى 2000 يعني تغلط احد 2000 37000 خطأ 29000 صحيح جابه 31000 شو؟ قبل 10 سنين بدأ يخلص لحد 30 قبل 10 سنين لا فحصت على ويكيبيديا هيك مكتوب كم واحد مات بعد 5 سنين؟ معنى شو تراس حسين فورمين تقدر بالحصفار فار لا فار اوبجيكشن اوبجيكشن نعمل على الفار نفحص اخو مره تراس ذا انفورميشن عن جد عن جد السلام عليكم شو اخبارك؟ سلام كيف التعليم ماشي؟ حلاك الحمد لله الحمد لله بدون ولا شيء كل شيء 100% كيف ما يعمل هيدي؟ ماني معروف بدون ولا علامة انور اي سؤال بتحب تحكي معنا؟ Go big or go home 800 تاريخ العاب not big enough 800 للتاريخ اول شيء بنحب نشطب كم عاما استمرت حرب ال 100 عام 80 عام لا خطا فل رسلان هاي تك كوستشن رسلان لكم لكم الى سنه شوي لكم انتوا لانه السؤال مش انتوا نكتوا معكم تغلطوا بخمس سنين برضو انت عدين على ورقه خمس سنين برضو ما وصلتش يعني شنو كيف يعني اوكي 100 عام فمنطقي انها ما استمرتش 100 عام صح؟ خلينا نقول 93 خطا 95 خطا خلينا اجاوب انا 116 اسمع يا فار فار رجع يعني اسك سؤال حرب ال100 عام ده تبكي 30 سنه افحص كم تقول لي كم نجح السؤال انت مع برشلونه انت مع مين ليش انت مع برشلونه لا برشلونة صح شام ريت برشلونة لا واحد من واحد ضرب على برشلونة فاشل نعوذ بالله لكان 400 هذا دبل هذا السؤال دبل يعني اذا جاوب عليه صح تاخذ 800 نقطة في اي سنة سافرت الى امريكا بصف 11 قديش انا عمري قديش مع وقت على 15 ثانية اوكي 2018 خلصنا صف 12 صح ولا 2017 ما تكولوش شيء شو 2017 2016 صحيح حيك ركان 600 ركان ده خلصت ركان 600 ما عنديش خير كم اخو وكم اخت عندي بس لي اختين اخ دقيقة هذا وهذا كبير و في اللي اصغر منه وفي اللي اصغر منه هذا بضل من طاولة ما هو يعني لا اذا ما فيش اللي اصغر منه اربع اخوي ولا ثلاث اخوي خمس ثواني اوكي اختين وثلاث اخوي صحيح يوفي لكن 800 هذا السؤال معك تغلط 10 سبسكرايبرز لفوق 10 سبسكرايبرز لتحت كم عدد المتابعين الحاليين لقناتي قديش لما حكى قبل شوي انت مالك اوكي بقدر استعمل لايف لاين اتصل لا انت معك تتصل لحدا بس لما تتصل له معك تتصل ويرد نص دقيقه بالضبط يوف تا
طيب 910 خطا. بدك تصلح هذا النص دقيقة بلشت هسه. حط التليفون هنا عشان نسمع. حطه على سبيكر. الو اركان انا مسابقة بدي اعرف كم سبسكرايبر في عندك. طبعا بدي افحص على اليوتيوب. كرم بدوس بسلم. ليه؟ لا بدوس سلمي ما بدي. ليش؟ كرم تعطيك خمس دقيقة انصر لأي حدا بدك. طب لا ما انا بديش استخدم اللايف لاين. بديش استخدم اللايف لاين. شو هذا الغوش؟ اسأل انا. تسأل. ما تجي ما اعرف ايش. مش لك انترنت. مش لك انترنت. ولا كنت بدك تتصلوش. مبلاك اللي هو اتصله عادي. طب يلا اتصله. That's cheating. الو عمار مرحبا. على كم سبسكرايبر في عند اخوك؟ 850. ماشي شكرا. جوابك هو 850. صحيح انا عندي 856 مشترك حاليا. واخر مره بقول لكم فوتوا اعملوا سبسكرايب. لو ليش ما ركزتش في الفيديو يا زلمه؟ ما ركزتش. رياضه مثال. كم عدد المنتخبات التي تشارك في مسابقة كأس العالم؟ 64. خطأ. 32. اوه الله. 32. صحيح عندك ما يفضل النقطة. على فكرة عن السنة اللي سلم 48. راح برشلونة فاشل. واليوم برشلونة تغلب لا متأسف. اليوم مانشستر يونايتد تغلب برشلونة. جغرافيا 800. اذكر ثلاثة دول تبدأ بحرف الجيم. جيرماني. لا حرف الجيم بالعربي. جورجيا. جورجيا. جامايكا. جامايكا. قد ما وقت ضايل معك 15 ثانية. جا 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 وشو تقول شو تبحث على تلفون؟ جلمانيا. جيش جيش مش دولي. جي بولندا. اسكت. جاهز. في اخرى واحد جي اي جي وش تعرفش اصلان. إيه. عندك جواب للدول الاخيره 15 ثانيه. لا هو باخذ الدوتين اللي جبتهم 15 ثانيه. اقول لا يلا لو بضل كلهم 1 2 ابدا يلا. ضايل معك 10 ثواني. 9 8 7 6 5 4 3 2 كرم ورش. في عندك دولة شو؟ جيبوتي. صحيح. طيب مش هذيك مش هذيك دي جيبوتي. لا لا هي جيبوتي. جيبوتي. وفي عندكم برضه جزر القمر. فك عندك برضه جزر القمر. برضه جزر القمر. كرم. ما هي الصورة الملقبة بالسبع المثاني؟ وهي بتعرفش هالصورة؟ مدرسة الكاسي وفخورة. ما انت طول ما حدا راح يعرف. طب من العين. بعرفش. خطأ. رسلان. شو السؤال؟ ما هي الصورة الملقبة بالسبع ثاني بالسبع المثاني؟ ماك أي صورة يعني. فاتحة. صحيح. انا عجب. ايه كل بس ما كنت عارف. رسلان كنت عارف ولا شيء. رسلان تفضل اسمع سكسسفولي فيلد. تاريخ 200. متى بدأت الحرب العالمية الأولى؟ فيها سؤال جيد. معك تغلط سنتين فوق سنتين تحت. يوفي 1934. لا غلط الأولى يا زلمة. أنوار 1908. خطأ. 1917. لا خطأ 1914. أنا حاولت أضبط. حالك أنا لسه غالب. أنا اللي غالب. أنا اللي بعرفش الصراحة. اسمع أنتوا يا مشاهدين طلعوا على النقاط. إحنا برضو نسينا العد. طلعوا النقاط تحت هون وشوفوا أنو الغالب. نكمل. أنوار نكي. دين ألف. دين ألف. دبل دبل دبل. عمار اختار انه السؤال هذا يبقى دبل نقاط. يعني اذا بتجاوب 1000 تاخذ 2000. لمين تتصل؟ اذكر الاسم السداسي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بلاش تتصل. معك نص دقيقه بلشت هسه. يزيد بس جاوب. تفكرش بس جاوب. شو الاسم السداسي لسيدنا محمد؟
اسم السداسي لسيدنا محمد. لا ما عشر ثواني جاوب. محمد عبد الله القاسم. خطأ. شكرا يا زين. اوكي يا كرام. كرام معك الفرصة. بدي لايف لاين. لا اتصلت فيه. يلا كرام اللي بعرفه ركانك رسانك بعرف. لايف لاين. لايف لاين معك تتصل. لما يرد لما يرد. محمود. بلد. محمود سؤال ضروري جاوبني طوالي. ما هو الاسم السداسي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يلا ممتاز سمعني. ما هو الاسم السداسي للنبي محمد؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. يلا 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 طيب من نسياده قصي وكلاب بس عشو ضلت اي مرحلة 40 ثانية دكتور خلاص قصي وكلاب خطأ خطأ. محمود كان عزمتك على بيتزا راحت عليه. الاسم السداسي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هاي السنة وصلنا للسبعة. فأنت بس بيجوش الطب الجغرافيا ليه مش بقى هي زي ما خلص اندمهت اني غلطت شك انت شط بدين هو صار مثلا جغرافيا. هذا السؤال لازم كهون هذا السؤال لازم كهون خلص خلص منيح عمار شايفها طب اسهل اسكت رياضة 400 رياضة 400 في اي دوري يلعب فريق ابو عين ام الفحم ليغا ليغا يلا من انت قلت على اللعبه صحيح ليغا لوميت تي سوبر عليك اخوي اسمع مين تاريخ 400 اول شو هذا تاريخ 400 على يد من افتتح القدس لاول مره على يد المسلمين انه من كان القائد اللي افتتح القدس صلاح الدين الايوبي لاول مره لا خطا سهل جدا على فكره الجواب وانك بتعرفوش بدل على عمر بن الخطاب صحيح عمر بن الخطاب تاريخ احنا جغرافيا طيب كلش اذكر اذكر يا الله شو لعبه هذه سميه طب لا بدي تاريخ 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 ما نط ما اسر شوي اذكر كرم جهز ساعتك 12 ولايه اكبر اذكر 12 ولاية من الولايات المتحدة سنة شوي دبلش نص دقيقة بلشت هسا مينيسوتا واشنطن ساوث ديكوتا نورث ديكوتا نيويورك كاليفورنيا واشنطن واشنطن سايد ايداهو واشنطن ولاية ايداهو نيفادا اوكي كنيتيكت اوكي يلا بقى ثلاثة جورجيا شو اسمها هاي فلوريدا ثاني خلص لا اعطيني انا بس انا بس اوريجين صحيح ايش خلي اعطيها شطبنا دينا انور نكي اخرى فئه بس ان ذس تاريخ 1000 دبل ماي جاي اخر دبل تاريخ 1000 بين اي قبيلتين اندلعت والله ما حكيت بتعرف انك مش راح تعرف الجواب حرب البسوس اعطي اوبشنز قريش الاوس خزرج بني كعب بني شيبان والخزرج خطا اصلا بني شيبان وقريش خطا الاوس والخزرج كنت تقول ايه؟ مش مهم جبالك خلاص يلا جوب يلا ايه مهم جوب بني شيبان و أوس خطأ بني شيبان وتغلب صحيح شاييييي جاز الآن نكي فئة يوفي هات نكي فئة 800 رياضة لا دقيقة شوفها 600
600. طيب رياضة 600. من هو الهداف؟ بقدر أغير الخيار. لا. من هو الهداف التاريخي لأفضل فريق بالعالم والذي يسمى مانشستر يونايتد؟ بيكهام بكب مانشستر يونايتد صح؟ بكب بوان حديرة بعرف. يلا واحد. بيكهام ديفيد بيكهام. خطأ. كم؟ روني. صحيح. والله بقدر أقول روني. بقدر أقول روني. نكي فئة. رياضة 800. رياضة 800. كم مرة حاز فريق أياكس أمستردام على دوري أبطال أوروبا؟ 10 ثواني. مرتين. خطأ. أصلاً. شو السؤال؟ كم مرة حاز فريق أياكس أمستردام على دوري أبطال أوروبا؟ آه. 6 مرات. خطأ. 7. خطأ. برضو خلينا نعيد. لا 4 مرات. حرام عليكم حرام. أوكي 600 دين. 600 في. من هم بني شعيب يا زلمة؟ 600 اذكر من هو الخليفة الملقب بالخليفة الراشد الخامس؟ عثمان. خطأ. علي. خطأ. دقيقة يا الله. خطأ. هون أنا حسن. لا معاوية. خطأ. يلا. لا ابو هريرة. زبط ابو هريرة. لا حد الله اسا خلص خسر يزيد. لا لا عمر بن عبد العزيز. هذا حفيد سيدنا عمر بن الخطاب. يوف رياضة ألف. رياضة جدا ألف. كم مجموع أهداف كريستيانو رونالدو وميسي معا معك تغلط 20 جول لفوق 20 جول لتحت؟ طيب كل سيمستر بيجيبوا قديش 20 20 جول تقريبا بيجيبوا كل سيمستر في شنو سيمستر بالسنه لا حدا يجاوبني كم سيزن في بالسنه واحد فوتبول واحد اوكي ما بعرفش فوتبول مبين واضح قلت اعتقد انه هم قلت انا بحضرش فوتبول وبعرف انه 20 غلط يلا 450 مع بعض خطا ألف ومية خطأ ألف واربعين خطأ كرام نكي سؤال من هون 800 دين صحيح دين 800 فش غيره أذكر كم مرة ذكر اسم سيدنا عيسى عليه السلام في القرآن معك تغلط 3 بلوس 3 مينوس سيدنا مين؟ سيدنا؟ سيدنا عيسى تعرفش الجواب عيسى؟ سيدنا عيسى عليه السلام 7 مرات خطأ 25 مرة صحيح الجواب صح 25 مرة بول سكيلز ما خسرت يا الله بديش وهيش خسرت مسابقتنا لليوم تعال شوية تعال نشوف بس مين ربح أنا الصراحة بعرفش مين ربح رايحين نحط صورته نكتب له مبروك بتشفي استنى كل واحد يعمل سيلبريشن اعمل سيلبريشن عشانك انت ربحت بتمنى انكم حبيتوا فيديو اليوم اهم شيء اعملوا لايك وشير وسبسكرايب اذا حبيتوا الفيديو وعندكم افكار لفيديوهات جايه وتحديات جايه ومسابقات جايه اكتبوا عندي تحت بالكومنت ان شاء الله بتشوفوا نشوفكم بالايام الجايه سلامات peace out